السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم سلوى للرنطة والدرس. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد التوق هذا ديال الكورميت اللي تيجي صراحة زوين. غادي ناخدو ليه خيط مبروم على جوج ديال الشعراس. كما شو أنا راه تنيت لفي ديالي، غادي نثبت الخيط في الطرف ديال التوب بهذه الطريقة. هذه نحاول نهز الشعرات بجوج. هانتوما أنا هنايا رانا هبطت عيب ضربة واحدة، غادي نشد في هاد العوينه هادي، غادي نشد في الطرف ديال التوب، غندير الزياده، غادي نخدم العوينه الثانيه، غادي نشد ثاني في التوب، دائما الزياده، غادي نخدم العوينه الثانيه والعوينه الثالثه. صافي غادي نشد ثاني في التوب، غندير الزيادة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. غادي نشد تاني في التوب. هانتوما لاحظتوا معايا ولاو عندي دابا خمسة ديال العوينات، ها واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. غادي نخدم العوينة الأولى، العوينة الثانية. هاد الكورميط هادي راه غادي ندير فيها غير ضربه واحده، غنقز هاد العوينه ونشد في اللي حداها، غادي نخدم العوينه اللي حداها وغادي نشد في التوب. دائما كندير الزياده من هنا، كتيوليو عندي هنا جوج ضربات وهنا جوج ضربات. هانتوما العوينه الاولى والعوينه الثانيه. هاد الخيط هذا غادي نعوضه بجوج ديال الضربات، هاد الضربه الاولى وهاد الضربه الثانيه. صافي غادي نخدم العوينه الاولى والعوينه الثانيه، يعني راه جنب هاد الكورميط كيبقاو عندنا جوج ديال العوينات في الطرف. غندير الزياده صافي، وغنطلع مع هاد العوينات باش ندير البناء ديال الكورميط. يعني الخدمه راه تتكون غاديه دابا غير مسرحه. عير كنزيدو في الطرف ديال التوب، هانتوما يعني بهذا الشكل هذا، يعني ضروري كنديرو الزياده باش كيعرض لينا الفي ديالنا. العوينه الثانيه، العوينه الثالثه، العوينه الرابعه، هذه العوينه الخامسه، سته، سبعه، ثمانيه. صافي غادي نشد تاني في التوب، غندير الزياده من هنا صافي، وغادي نطلع تاني مع هاد الخدمه عندي كامله، يعني بخدمه مسرحه. يعني فاش كنكونوا دابا طالعين راه كنديروا غير الخدمه يعني عاديه. صافي غنطلع مع هاد العوينات هادو كاملين، غادي نخدم هاد العوينه حتى هي، غنشد في التوب، غندير الزياده صافي، وغادي نهبط مع هاد العوينات، ها جوج، ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة. هانتوما لاحظوا معايا هاد العوينة هادي اللي نقزنا راه هي هادي، شتو هي اللي غادي نغلفها، هاهي كتجي معاها مباشرة. وهنا راه كيبقاو عندي خمسة ديال العوينات. صافي غنلوح الخيط عدي الفوق وغنغلف التغليف الأولى والتغليفه الثانيه. صافي غادي نخدم الضربه الاولى، الضربه الثانيه، الضربه الثالثه، الضربه الرابعه، وهذه اللي غادي نزيد دابا هي الضربه الخامسه. يعني كيبقاو ليا هانتوما كيبقاو ليا خمسه ديال العوينات هنايا، هما خمسه، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، ها خمسه. يعني عدي الحساب هو هذاك، يعني في الطرفين ديال فاش نبغيو نزيدو راه كيبقاو خمسة ديال العوينات. هنا في البداية بدينا بجوج ديال العوينات اللي خلينا في الطرف، ها الأولى، ها الثانية. غنقز هاد العوينة ونخدم الضربة الأولى والعوينة الثانية، غنحاول نهزها كاملة. غنقز هاد العوينة وغنشد في هاد العين هادي، غادي نخدم الضربة الثانية، غنقز هاد العوينه ونشد في اللي حداها،
صافي غادي نخدم العوينه الاولى والعوينه الثانيه اللي في الطرف ديال الثوب اللي غندير لها الزياده. هانتوما دائما الجنب ديال هاد الكورميت تيبقاو ليا جوج ديال العوينات، هانتوما كيبقاو ليا من جهه بجوجات. صافي كنخدم العوينه الثانيه، كنعوض هاد الخيط بالضربه الاولى والضربه الثانيه، كنشد هاد العين اللي كتكون بيناتهم، كندير دائما التعويض ديال هاد الخيط هذا بجوج ديال الضربات اللي كيعطيوني عوينه، كنخدم ديك العوينه اللي كتجي بيناتهم. ها هو دائما الخيط كنعوضه بجوج ديال الضربات. صافي وهادو هما جوج عوينات اللي كيبقاو ليا في الطرف. صافي غادي نخدم هاد العوينه هادي، صافي غادي نحيد هاد الخيط هذا ندير خيط اخر. هنا درت خيط اخر، صافي غندير الزياده هنا، غنخدم العوينه الثانيه، العوينه الثالثه. هانتوما انا راه غادي نبقى غاديه طالعه ونازله يعني بخدمه مسرحه، عي هي غادي ندير الزياده في الطرفين من الثوب وغنبقى نخدم حتى نحصل على نفس المسافه اللي درت بين الكورميت الاولى والكورميت الثانيه. هانتوما راه كما تيبان لكم رانا سريت الفيديو، يعني راه الخدمه كتبقى دابا غاديه مسرحه، يعني كنطلعوا مع العوينات كاملين، وفاش كنوصلوا للثوب كنديروا الزياده. صافي والخدمه ثاني فاش كنكونوا هابطين كنهبطوا بخدمه مسرحه، كنخدموا كاع العوينات، كنكادوا الخيط، كنهزوا الضربه كامله باش كتجينا الخدمه ديالنا صافيه ونقيه. صافي وكنهبط مع هاد العوينات كاملين. هانتوما راه دائما فاش كنوصل للثوب راه ضروري كندير الزياده. صافي انا غادي نبقى ثاني طالعه كما كتشوفوا مع العوينات كاملين. انا ما بغيتش نقطع لكم هذا المقطع باش تشوفوا الخدمه كي تتبقى طالعه. صافي حتى غادي نوصل للطرف ديال الثوب ثاني هانتوما. صافي وغندير الزياده هانتوما. انا خدمت دابا هذه المسافه اللي تتكون يعني ديال اللي درنا بين الكورميت الاولى والثانيه. هانتوما فاش غادي تعرفوا الحساب ان عندكم مزيان، راه فاش كتبغوا ديروا الزياده راه كيبقاو عندكم خمسه ديال العوينه، حتى واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه. صافي دابا هذا هو الفرق اللي تيبقى لنا فاش كنكونوا نبغيو نديروا الزياده. صافي هاد العوينه هادي اللي قلت لكم كنغلفها بجوج ديال التغليفات، كندير الضربه الاولى الضربه الثانيه هانتوما، وكنغلف هاد العوينه اللي كنا نقزنا. هانتوما شوف كي كتبان لكم داك العقده ديال الضربه. صافي كنغلفها ثاني بجوج ديال الضربات، كنخدم العوينه الاولى العوينه الثانيه هانتوما، وكنوصل ثاني لهاد الكورميط هادي وكنغلفها بجوج ديال التغليفات هانتوما. غادي هنايا راه كيبقاو ليا ثاني خمسه ديال العوينات، وحده ها جوج ثلاثه اربعه هانتوما. وهاد الزياده اللي كندير في الثوب هي خمسه، يعني كيبقاو ليا في الطرفين بجوج خمسه ديال العوينات هنا وخمسه ديال العوينات هنا الفوق. كما قلت لكم فاش بدينا اول مره فاش بغينا نبداو الكورميط خدمنا جوج ديال العوينات. ها العوينه الثانيه غنقص هذه ونخدم في اللي حداها، غنخدم العوينه اللي حداها، غنقص هذه ونخدم الضربه الاولى الضربه الثانيه، غنقص هذه العوينه ونخدم ثاني الضربه الاولى والضربه الثانيه، غنقص هذه وغادي نخدم ثاني الضربه الاولى هانتوما، وكنقز هاد العوينه وكنشد في اللي حداها. صافي وكنخدم الضربه الاولى والضربه الثانيه، هي كما قلت لكم اللي كنديروا في الزياده. هانتوما ها العوينه الاولى اللي كيبقاو ليا في الجنب وجوجات كيبقاو ليا في الجنب، يعني عدي الحساب ديالي هو هذاك. صافي غادي نعوض هاد الخيط بجوج ديال الضربات، نخدم هاد العوينه اللي الوسط هانتوما، هاد الضربه الاولى والضربه الثانيه راه يلا كتعطيني غرزه، يعني كتعطيني ضربه. غنخدم هاد العوينه اللي الوسط، غادي ندير التعويض هنايا بجوج ديال الضربات، غادي نشد العوينه الثانيه اللي بيناتهم، كندير التعويض في هاد الخيط هذا
انتما كندير هاد العوينه هادي اللي كتكون الوسط، كندير التعويض تاني صافي، وغادي نخدم هاد جوج عوينات اللي كيبقاو ليا في الطرف، ها الاولى ها الثانيه. غنحيد هاد الخيط، انا درت خيط اخر، هانتوما راه ضروري كندير الزياده صافي، وكنبقى غاديه بشكل تاني كما خدمنا في الاول، كنبقى طالعه ونازله حتى كندير دوك الاسطر اللي تيكونوا فرق بين الكورميط والكورميط. هانتوما كما كتشوفوا راه الخدمه كتكون مسرحه، يعني انا فاش كنوصل هنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل كنسرع لكم باش يبانوا لكم المراحل، يعني راه دابا تتبقى عندي غير الخدمه مسرحه بحال كنخدم في الرانطه يعني ديال الحصيره. كنهز قلت لكم العوينات كاملين صافي، فاش كنوصل للطرف ديال الثوب راه كندير الزياده صافي، كتبقى الخدمه غاديه بهذه الطريقه هذه حتى غادي نهبط ثاني ونطلع بنفس الطريقه. هي فاش قلت لكم كنوصل للثوب رانا كندير الزياده. صافي هنا وصلت دابا للثوب، غندير الزياده غير هي باش تعرفوا انكم غاديين في نفس القياس ديال عدد الاسطر اللي طلعتوا ونزلتوا بهم، راه كيبقاو هنا في الجناب خمسه ديال العوينات، هما اللي كيحدوا لينا الطلعه والهبطه يعني فاش نكونوا باقين باغي نزيدوا في الثوق. غادي نخدم العوينه الثانيه، العوينه الثالثه، العوينه الرابعه، العوينه الخامسه صافي. وهاد العوينه هادي اللي كنا نقزنا راه هي اللي غادي نغلف فيها جوج تغليفات، غادي نخدم العوينه الاولى، العوينه الثانيه، ها انتم راه تجيني هذيك الكورميط اللي نقص او ديك العوينه يعني مقابله مع اللي نقصتها صافي. غادي نخدم العوينه الاولى، العوينه الثانيه، ها انتم راه كتبقى ديك العين يعني هي تتبقى بارزه واضحه صافي، كندير فيها جوج ديال التغليفات. غنخدم العوينه الاولى، العوينه الثانيه، ها انتما وكنغلف ثاني التغليفه الاولى التغليفه الثانيه صافي. غندير الضربه الاولى ثاني، الضربه الثانيه، وغنغلف هنايا واحد ها جوج، ها انتما وهنا راه كيبقاو عندي خمسه ديال العوينات، ها وحده جوج ثلاثة أربعة صافي. وهذه اللي كتكون عندي في الثوب راه هي العوينة الخامسة، أنا بدلت الخيط، هانتوما ها العوينة الأولى جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، يعني هي العدد اللي عندي من هنا يعني خمسة ديال العوينات. غنخدم العوينة الأولى والعوينة الثانية، غنقز عوينة ونشد في اللي حداها، غنشد في العوينه الاخرى، غنقز هذه ونخدم العوينه اللي حداها، نشد في الضربه الثانيه، دائما راه كنقص فوق هاد الكورميطه هذه، كندير جوج ضربات بيناتهم، كنقز هاد العين، كنشد في اللي حداها، هانتوما كنقز ثاني هذه، كنشد في جوج ضربات اللي تيكونوا بيناتهم، غنقز هاد الكورميطه هذه، غادي نخدم العوينه الثانيه، ثم غنقز وحده ونشد في اللي حداها صافي. غادي نخدم هاد العوينه اللي بقات ليا صافي، انا راه هذا هو القياس اللي بغيت صافي. انا غادي نمشي نقطع الثوق ديالي ونرجع باش ندير معكم التتمه. ها انتما نقطع الثوق ديالي صافي، غادي نمشي نشد في الطرف ديال الثوب، غادي نخدم العوينه الاولى اللي هذه اللي كتبقى ليا في الطرف، وغادي ندير تعويض في هذا الخيط هذا، غادي نخدم كما قلت لكم العوينه اللي بيناتهم،
ودائما هاد الخيط راه كندير فيه يعني التعويض. صافي فاش كنوصل الخيط راه تندير فيه التعويض ديال جوج ضربات، كنخدم العوينه اللي بيناتهم. هانتوما الخيط راه دائما كنعوضو باش كنرجع الضربات ديالي وتبقى عندي الحساب غادي مقاد. صافي غنخدم العوينه اللي الوسط، غندير التعويض في هاد جوج ضربات في هاد الخيط، نخدم هاد الضربه هادي، ندير التعويض الثاني في هاد الخيط هذا بجوج ديال الضربات، نخدم العوينه اللي بيناتهم. صافي وندير التعويض الثاني ديال هاد الخيط هذا. صافي غادي نخدم العوينه الاولى، صافي والعوينه الثانيه، وغادي نشد في الثوب. صافي غادي نخدم هاد العوينه الثاني كاملين بدون زياده، غادي نطلع ونهبط معاهم حتى ندير المسافه اللي درت بين الكورميط الاولى والثانيه ونرجع معاكم. هانتوما صافي انا وصلت ثاني للطرف ديال الثوب. هانتوما البديه اللي كنا بدينا راه بدينا بجوج ديال العوينات، هال الاولى وهالعوينه الثانيه، هو القياس اللي كنا خلينا في البديه ديال الكورميط. صافي هاد العوينه هادي غادي نغلفها بجوج ديال التغليفات، وغادي نخدم العوينه الثانيه، غندير ثاني التغليفه جوجات فوق الكورميط، غادي نخدم دوك جوج ضربات اللي كيبقاو ليا بيناتهم. صافي دوكا راه بانت ليكم يعني راه كتبقى غاديه نفس الحساب، غير تتشدوا ليها الحساب ديالها، يعني راه بين الكورميط والكورميط خلينا جوج ديال الضربات اللي تيكونوا لينا يعني غرزه. صافي كنخدم الضربه الاولى، الضربه الثانيه، هانتوما كنغلف هادي جوج ديال التغليفات، كنشد في الثوب، هانتوما كندير التغليفه الاولى، التغليفه الثانيه، كندير الضربه الاولى والضربه الثانيه، غنغلف هاد العوينه هادي. هانتوما في الجنب راه كيبقاو لي جوج ضربات، ها الاولى ها الثانيه، يعني عندي دابا القياس ديالي اولا الحساب ديالي كيبقى غادي مقاد. صافي غادي نبقى يعني غادي بنفس الطريقه، غادي نخدم جوج ديال العوينات، هادوك تيبقاو ليا يعني ثابتين في الجنب. صافي وكننقز هاد العوينه وكنخدم الضربه الاولى الضربه الثانيه، وكننقز الضربه الاولى والضربه الثانيه. صافي ودركا الكورميط غتبقى عليا غاديه وحده فوق وحده، يعني دركا مابقيتش غادي نزيد في الطرف ديال الثوب، غتبقى ليا الكورميط يعني غادي تبقى ليا غاديه على الطول ديال الثوق ديالي، يعني وحده فوق وحده بهذا الشكل هذا. هانتوما غنقز هادي وغادي نخدم الضربه الاولى والضربه الثانيه. صافي والتتمه ديالها راه غادي نبقاو خدامين كما خدمنا هاد المرحله اللي قبل منها. صافي غادي نبقى انا غادي بهذه الطريقه هادي حتى نخدم الثوق ديالي كامل. نتمنى ان هاد الدرس ديال اليوم يكون عجبكم، شكرا لكم على المتابعه، وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، خليتكم في امان الله.